أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا